مخفية عن الأنظار متواجدة بمنطقة سكنية بقلب بلدية عين تاجوريت، بلدية من أمامها بحر ومن ورائها شلال 40 والي، نبع يخرج من بين صخره ماء صاف منذ الأزل، لا يزال يحكي أبناء الحاضر عن ماضي الوعدات والشموع والأمان المرجوة. الأسب وش يحكوا قالك من هذا الباسان كانوا يسقوا كامل بحائر هكذا، حتى الله صورتي تعبيرا حتى الله رونطري تاني. يجوا هذا شغل باراكة، يقول لك 40 والي يجوا يشعلوا شمع هكذا، يتمنوا حاجة تاع خير ويرموا هكذا دراهم لداخل كذا. لكن العدد دوكا اون سمومو ماهيش كاينة، بس بزاف راهم يجوا ليها، راهم يجوا ليها بوكو دموند، ماشي غير هنا، ماشي غير ولاد السيكتور، من ألجي ديجا دي زوروبيان يجوا هامليك هنا، واحد الجماعة من سوريا راهم يجوا لهنايا، صابوا فيها أمان. هاته عائلة سورية اكتشفت المكان فتعلقت به، اختارت ثالث يوم من العيد لسرقة وقت للراحة والاستجمام. جيت لهنا هذه دوزيام فوا، جيت هنا عين تاجوريت، وبلاصة ما شاء الله شابة وسكانها تانيك شابين، نلقى راحة البال هنايا وما شاء الله نقدروا نريحوا مع داري مع صغار أم فامي، واحد ما يدلنا لينا الحمد لله. هربا من حرارة البحر يأتي الأطفال للعب حينا والسباحة حينا آخر، ومن زارها لأول مرة يعد بالرجوع. بموالف نجي لهنا يا شعب مرة، نحب هذا المنظر، خش بحر فيه غاشي بزاف، هنا أنا وحدنا نقابلوا طبيعة البحر مناظر. هنا خير من البحر، مقيقي عليه وما فيش الغاشي. شلال عين تاجوريت يتوسط غابة صغيرة وحديقة فيها متنفسا للعب، جوهرة مخفية عن الأنظار تدعو الزوار لاكتشافها، شريطة المحافظة على المحيط.